Êzdî riyên mayîna dîrokî di dema vegeşbûna terör û lagiriyê de. Bi vê sernivîsê re xistina biratî ya mafên mirovan, semînareke fireh derbarê rewşa dawî ya êzdiyan li Iraq û Sûriyê li bajarê Kolnê li Almanyayê li dar xist. Di semînerê de derbarê rola rêxistinên mafên mirovan di berevaniya êzdiyan de hate axaftin. Her wiha li ser jenosayd û riyên parastina wan nêrîn hatin dayîn. جبرق قضية حقوق الإنسان قضية لا تتجزأ قضية عالمية سببها أساسي قضية زيدية أو قضية أخلاقية بريقو تشتكي دنبا ياد دوام دو خازن تسليط دو أسر قضية وبين جبرقو نهاية تشيب سريوة هاتيع نهندك جينوسايدك إيرورو بحقي وان تشيبويا أم دو خازن حكومات أوروبية وحكومات دولية جي دس بي بكن جو محكمات خوي دولي بكن دجي داعشتو جبر روشا سوريا قال جندن ازيديان فالا بونه وهجمارا وان بيركين بويه هنو نرين وان دي بيجن كو هاجر روش وصاب مينا دي ازيدي لسوريا نمينن هاجر روش سوريا في رنجي ببنا ت جيمانوف الهندري سوريا نامينا جبر كسد ما قشتك دركة دربي ولد اشترس إرهاب را اشترس تطرف را اشترس جماعات إرهابية وكداعش ونصرة تفي خبات لبات كفره لولات جيهاني وجيفين لقل ريخستن ودزقه الناف نتوي حيا عنها جنوسايدا ازيديان بينها تيه فناسين وقالك سدمين فيكيجي هنا قالك زرار جهان ده إزديا رفاندن كشتن طالان كرن هرغوصا اش آلك دي بشك آوارابونا وان كردن إزدي بو هريما كرساني بو روش آفا هرغوصا بو باكور بو أوروبا أفا وكو زرار جهان ديني بس ملف آنكو بابت چسباندنا اعترافا جينوسايد براستي هطانها كو وكو بيد في نجحت يوي آستيا بلكو جرك وقت دم براد فيت لداويا سمينري چالاكوان ما في مروفان علي عيسو جبر خبات داويا بالكيش جاليين ونري الوغورغا هاناف نتويا ما في مروفان هريما كردستان و هاتا خلات كرن لگل بردوامیا جنوسايدا ازيديان حيانها ازيديان جيهاني نكارن لهف بكن و اف يك جي باندورا كنيني لسر چارنوي ساواندك و ويد مترسيه ددهلا ماكسيم عيسى اورينت نيوز Cullen.